بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، قد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم يرسم طبيعة العلاقة التي يجب أن تنشأ بين المسلم وأخيه المسلم، ويحدد الصفات والواجبات التي تضمن تماسك المجتمع المسلم، حتى لا يبقى عبارة عن أفراد مشتتين موزعين لا يربطهم رابط. الحديث من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من صغار الصحابة الذين وعوا العلم وحفظوه وأدوه، فهو قد ولد رضي الله عنه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة طبعا. ولما بعث عليه السلام كان عمره سنة، ثم إنه بعد ذلك أسلم صغيرا مع والده الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. أسلم عمر بن الخطاب عن اقتناء بعد أن هداه الله تعالى حينما قرأ القرآن الكريم فأخذ ببيانه، وأسلم معه ولده عبد الله بن عمر، فأسلم معا. وقد قيل إن عبد الله الصغير الفتى الصغير أسلم قبل والده عمر بن الخطاب، ولكن المشهور أنه أسلم معه. فعلى كل حال فقد أسلم صغيرا جدا، ومعنى أنه قضى صباه وبداية حياتي أو مرحلة التمييز عنده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبته، فكان بذلك وعاء من أوعية العلم. وحينما كانت غزوة بدر استصغر، لأن عمره كان لا يزيد على 13 سنة أو 14 سنة، ورد لهذا السبب، لكنه مع ذلك أذن له بالمشاركة في غزوة أحد بعدها. ربما في عمره، أو يمكن أن يكون عمره حوالي 16 سنة على الأصح، لأنه ما دام قد ولد بسنة قبل البعثة يضاف إليها 13 سنة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فتضاف إلى واحد فهي 14 سنة، تضاف إليه سنتان لأن غزوة بدر وقعت بعد سنتين، فتكون في هذه الحدود تقريبا. قلت في فترة أو حينما وقعت غزوة أحد أذن له بالمشاركة فشارك، ثم من بعد شارك في كل المواقع التي وقعت وأسهم فيها. وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحابي قد حفظ عنه علما كثيرا وحديثا كثيرا.
ولما وقع ما وقع بين الصحابة اعتزل هو الفرقة والأطراف كلها، وصار أهم أو أبرز ما يشتغل به أن يشتغل بالحج والعمرة، فكان من الصحابة الذين أكثروا من الحج والعمرة، لأنه اختار ألا يشارك في أي شيء مما يقع من بين المسلمين، فكأنه انتدب نفسه لهذا الأمر. ثم إنه رضي الله عنه توفي شهيدا، لذلك بأن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان هذا من المسرفين في القتل وفي الاعتداء، وقد كان قد جنى على أناس كثيرين واختفى منه أناس كثيرون، حتى قيل إن الذين اختفوا من الحجاج بن يوسف كانوا يتجاوزون 100,000 شخص من الذين اختفوا من حكمه وفروا من حكمه، وقد جمعوا في كتاب مستقل وهو كتاب المتوارين، يسمى كتاب المتوارين، أي الذين تواروا واختفوا من بطش الحجاج. وكان الحجاج من الممهدين لحكم بني أمية، وكان مسرعا إلى الدماء، ويقال إنه سفه عبد الله بن عمر وحكم عليه، أو قال نطق عنه بأنه سفيه، فلقيه عبد الله ورد عليه بقوة وقال له إنك لسفيه وإنك لمسلط. فساء هذا الرجل، ساء الحجاج أن يسمع هذه الكلمة من ابن عمر، فاحتال له، ثم إنه دس إليه بعض أصحابه، حتى إذا كان ابن عمر يطوف بالكعبة طاف إلى جواره رجل كان معه رمح، وكان لهذا الرمح طبعا زج وهو نصلة الحديد، كان قد ملأها وغطاها وغشاها سما، فزاحم عبد الله بن عمر حتى اقترب منه، فوخزه بذلك الزج بنصل الرمح، فتسرب السم إلى جسمه واعتل لذلك، ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وعن والده عمر بن الخطاب. وهو من المكثرين من الصحابة المكثرين الذين يروون الواحد منهم أكثر من 1,000 حديث، وكلما روى الصحابي 1,000 حديث فأكثر يسمى مكثرا، وهو رضي الله عنه واحد من هؤلاء المكثرين المعروفين 7 المعروفين. هناك مكثرون رووا أكثر من 1,000 حديث، ومنهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي كان هو أكثر المكثرين في الإسلام، ومنهم كذلك عائشة أم المؤمنين، ومنهم عبد الله بن عمر، وقد روى 1,630 حديثا رويت عنه، طبعا منها ما صح ومنها ما لم يصح، واتفق الإمام البخاري ومسلم على 170 منها، وروى بعضها البخاري بانفراد، وروى مسلم بعضها بانفراد. هذا هو الصحابي الذي روى الحديث، يروي هذا الحديث الذي يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي هي حقيقة أن المسلم أخو المسلم، فبموجب انضواء الناس في هذا الدين وسيرورتهم مسلمين تنشأ بينهم أحب أمكره علاقة هي علاقة الأخوة. هذه العلاقة هي علاقة مؤسسة على الانتماء للدين. إن الأخ أخو الإنسان صليبة الذي هو من أمه وأبيه سمي أخا له لأن هناك شيئا جامعا يربطهما، وهو رحم الأم أو صلب الأب أهما معا، فأخو هذا أخ لهذا لأن لهما شيئا يجمعهما، وهو هذا الدم الذي نشأ فيه، هذا الرحم الذي تحرك فيه، فهو جامعهما وبذلك لهما حكم الأخوة. هنا أخوة أو جامعة ليست من هذا القبيل، هذه جامعة روحية أنشأها الإسلام. فحينما يقبل الإنسان أن يكون مسلما وينضوي ضمن في صفوف هذا الإسلام تنشأ بينه وبين كل المسلمين علاقة جامعة هي علاقة الأخوة. هذه العلاقة الأخوة هي غير علاقة النسب وغير علاقة الطين وغير علاقة التراب، علاقة معنوية احترمها الإسلام وأكدها. حينما تتعارض العلاقتان يقع تفضيل
العلاقة الروحية. إذا وقع الاتفاق مثلا بأن يكون أخوك ابن أمك وأبيك مسلما وأنت مسلم، فتتأكد هنا علاقتان أو أخوتان، أخوة الرحم والدم الذي يجري فيكما معا، وهذه أخوة أولى طينية ترابية، ثم تنضاف إليها الأخوة الأخرى وهي الأخوة الإيمانية، فتكون هناك رابطتان. لكن إذا وقع الاعتراض والتخالف في الدين، فكان أحد الأخوين كافرا والآخر مسلما، فإن الإسلام يجب هذه ويقطع هذه الأخوة، فلا يقع بالتوارث حتى بين الأخوين إذا كان من دينين مختلفين. أخوه أخو الإنسان الكافر إذا وجد لا يورث ولا يرثه، لأن العلاقة المقدمة هي علاقة الأخوة في الدين، وقد انمحت وزالت، فلا عبرة حينئذ بأخوة الجسد. وهذا أمر معروف وورد في فعل الصحابة، وورد في كتاب الله عز وجل حينما نفى الله تعالى عن إبراهيم أن يكون ابنه من أهله، حينما تضرع نوح، حينما تضرع نوح وقال إن ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك. هذا ليس فيه تشكيكا في نسبه هذا الولد بالنسبة لأبيه، فهو منسوب إليه وهو ابنه وهو لفراشه، والولد دائما منسوب للفراش دائما. وهذه مسألة ربما كثير من الناس لا يعرفها. لو أن إنسانا أقر لطفل بأنه ولده، يقال له من أين كان هذا ولدك، يعترف على نفسه يقول إنه في يوم من الأيام كان قد اتصل بأمه، وهو الآن يسجل على نفسه بأنه هو الذي اتصل بهذه المرأة، ويعترف ويقول هذا الولد إذن قد كان مني، فيعترف به. فاعترافه لا يجعله ولدا له، اعترافه لا يكفي لجعله ولدا له، إنه يعترف فقط بشيء واحد يوجب على الحد، يعترف بالزنا لا يعترف أي ليس كون هذا الولد من ذلك الرجل كافيا لأن يكون ولدا له، بل لا بد أن يكون على فراشه ولد، أي داخل العقد الشرعي، ليكون ولدا له لا بد أن يولد له، ولكن في عقد شرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر يضرب به. إذن فلا بد من الفراش، فإذا وجد الفراش فهذا الولد منسوب إلى أبيه. على كل حال قلت إن الله تعالى ألغى هذه الصلة بين نوح وابنه لسبب التباين والاختلاف في قضية مهمة، وهي قضية التدين وقضية الإيمان والتوافق فيه. الإسلام حينما جاء أسس هذه الأخوة، وفي يوم من الأيام كان المسلمون محتاجين إلى هذه الأخوة أكثر، فلذلك فرع عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في العهد الأول كانا يتوارثان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجل من الأنصار والرجل من المهاجرين ويؤاخيهما أخوين أخوين، كان يقول للصحابة تآخوا في الله أخوين أخوين، فكل يختار أخا له، مهاجر يختار أنصاري وأنصاري يختار مهاجر، فيصيران أخوين ويتوارثان، إذا مات أحدهما يرث الآخر بموجب هذه الأخوة التي أسسها الإسلام. ثم بعد ذلك حينما توسع الأمر وتغيرت الأوضاع نسخت هذه الأخوة، وصارت أي نسخ حكمها وهو التوارث، وبقيت الأخوة كما هي معروفة، شيئا يربط بين المسلمين ويجمع بينهم، فالمسلم أخو المسلم. فإنكار أخوة المسلمين فيما بينهم كفر فيما بينهم بهذه الأخوة. ولذلك صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، من سب مسلما فقد فسق. إن الإنسان لا يستطيع أن يسب مسلما أو يواجهه بالسب، طبعا هذه مسألة آخر ما نفكر فيه السب أنه هو السهل، يخرج الناس من الجنائم ويسبوا بعضيتهم على أدفع الأشب، سباب المسلم فسوق هذه وحدة، وقتال المسلم للمسلم كفر. طبعا قال شراح الحديث إنه ليس كفرا من الملة، ليس كفرا يخرج من الملة، وإنما هو كفر بالأخوة الإسلامية، فمن قاتل أخاه فقد
رفض الأخوة التي عرضها الإسلام عليه، لأن الشأن في الإنسان أن لا يقتل أخاه. إذن فإنكار الأخوة الإسلامية قلت ظلم، كما أن ابتكار أخوة غير إسلامية أيضا ظلم. هناك هذه الأخوة هي الوعاء الذي يشمل جميع المسلمين. المسلمون ليس لهم إلا هذه العلاقة، علاقة الأخوة، أن يقول المسلم للمسلم يا أخي قولا وفعلا، مش شعار تجمع. كاين بعض التجمعات كل تجمع يعرف بشعار كيف ينادي الواحد الآخر، ففي بعض التجمعات يقال يقول الواحد الآخر يا أخي فيعرف بأنه من اليمين أو من اليسار. في الجهة الأخرى قل ما يقولش أخي، قل له الرفيق، أنت رفيقي، الرفيق فلان قال الرفيق فلان، ما عندناش داك الأخ المزور وما عندناش الرفيق، بزوج ما كاينينش، داك الأخ ديال الكذوب اللي هي شعار ما كايناش، والرفيق أيضا هذه كلمة شيوعية سقط أهلها ويجب أن تسقط وتزول من حياة المسلمين. الرفيق كذا كمرض فلان، ما عندناش حنا الرفيق، هو كمرض وكاع الكمرضات هذوك كفر بعضهم ببعض ولا أنا بعضهم بعض، مشاو ما بقاوش في بلادهم انتهوا. على كل حال إذا فليس بين المسلمين إلا علاقة الأخوة. قلت في المقابل لا يجوز أيضا أن نمد جسور هذه الأخوة بأي سبب من الأسباب إلى درجة أن نبسطها على المخالف لنا في الدين. أنا بينت لكم بأنها أخوة مؤسسة على الإسلام. أخوك من لحمك ودمك إن خالف دينك فليس أخا لك بهذا المعنى. فكيف تعرض هذه الأخوة وتزج بها وتدلل بها في ميدان بسبب من الأسباب فتقول اليهودي الفلان مثلا أخي أو النصراني الآن أصبحت عادية. بعض الصحفيين وبعض المذيعين بعض الإخوة قلت مشينا وشفنا بعض الإخوة من النصارى وبعض الإخوة من اليهود واجتمع بعض الإخوة من المفكرين. من شكون يعطي هذه الأخوة لليهودي يكون للمسلم؟ المسلمون بعض المرات يبالغون وعندهم رد الفعل متشنج. أوروبا قالت لهم أنتم متطرفون، ها أنتم متطرفون ظلاميون ما تصلحوش خصني نفضي معكم. هما بداك الخوف والفزع اللي فيهم تلفوا كل شيء وبقاو يقول اليهودي انت اخونا والنصراني انت اخونا وحنا كذا، ولاو يوضوا كاع الدين ديالهم. يجب ان نفهم اوروبا بان الاسلام ليس دين دماء. الاسلام يكره العنف ولا يريد العنف ولا يريد العدوان، صحيح، ولكن مع ذلك ما نبقاوش نكذبوا على الناس نقولوا اليهودي فهموا نجبرونا ان نقول انت اخونا ونجبروا اليهودي والنصراني نقولوا انت اخونا، لاننا وصلنا لواحد الدرجه ديال المؤاخاه، لان الاسلام فيه التسامح بين الناس. هذا ماشي تسامح، هذا سماح، هذا تفريط. اليهودي يهودي ولا هو شخصيته ولا هو حقوقه، هو باقي مع ابن عمه، هو اخو اليهود ما اخوكش انت. والنصراني كذلك هو اخو للنصارى، وانت المسلم اخوتك انما هم المسلمون. اذا تقررت هذه الاخوه فان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس عليها احكاما ويقول المؤمن أخو المؤمن، تبع لذلك نتيجة لذلك لا يجوز للمسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، الجور، الاعتداء، التصرف غير المنطقي، غير المعقول، غير الموافق للشريعة الإسلامية، ذلك ظلم. توجه المسلم إلى المسلم بالظلم ليس شيئا محمودا وليس منسجما مع مبدأ الأخوة. أولا لأن الإسلام غرس فينا نفرة من الظلم معروفة، علمنا الإسلام أن نرفض الظلم، نرفض إيقاعه على الناس ونرفض أن يقع علينا. المسلم يرفض أن يوقع ظلما على غيره، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن القادر على أن يظلم تبرأ منه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الله تعالى بقدرته وهو القادر على أن يتصرف كما يشاء يتصرف مع العباد وهم ليس بإمكانهم أن يعقبوا على الله أو يردوا له تصرفا، مع ذلك فهو يلتزم لهم بأن يعدل معهم، فكيف يمكن الإنسان أن يتطاول فيجعل شعاره الظلم؟ الظلم شيء غير مقبول في توجه الإسلام، إيقاعه وقبوله كذلك.
والقبول بالظلم والاستكانة له والرضا به أمر لا يقبله الشرع. فمن رأى إنسانا يظلم بحضرته ولم ينصفه ولم يدافع عنه وقد كان بإمكانه أن يفعل فقد برئت منه ذمة الله. من رأى إنسانا يتسلط على الظلم لضعفه وهو يقدر أن يمنع عنه الظلم فلم يفعل فقد برئت منه ذمة الله. والإنسان كذلك لا يقبل منه أن يبقى كذلك. هؤلاء الذين استكانوا والذين قلعوا وقبعوا هؤلاء تجادلهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتيد. هذا مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. لا يقبل الظلم إلا العير إلا الحمار المربوط بحبل لا يستطيع أن يفك منه أو الوتد الذي يضرب على رأسه وينغرز في الأرض لا يستطيع أن يمنع عن نفسه. أما الإنسان فعليه أن يحاول أن لا يكون موضعا للظلم ويحاول أن يرفض الظلم ويحاول أن يعلم نفسه ويعلم أبنائه أن لا يظلم وأن لا يقبل الظلم. إذن من المستحيل الجمع بين العلاقتين بين العلاقة الظالمة والعلاقة وعلاقة الأخوة. لا يمكنك أن تنشئ مجتمعا على هذا النحو. إذا قلت إن الظلم إن الأخوة هي الرباط الذي يربط بين المسلمين فالظلم إذا وقع في بين المسلمين إنما يقع فلتة أو هفوة أو غلطا لا يكون أصلا. لكن الذين يتعمدون إيقاع الظلم يكفرون بالأخوة ويردونها. إن الظلم أيها الإخوة يخلخل بناء مجتمعات كبرى فضلا عن العلاقات الصغرى. المجتمعات الكبرى تتخلخل بوجود الظلم. الإنسان ينتزع نفسه من مجتمعه الذي يظلمه. الإنسان لا يعطف على المجتمع الذي يلحق به الظلم. الإنسان يجب يرى نفسه معزولا ومجردا شعوريا عن هذا لا ينتصر لهذا المجتمع. ربما يتحول الإنسان إلى عامل هدم في مجتمعه إذا صار مجتمعه يظلمه. هؤلاء الذين يظلمهم الناس ويقسو عليهم الناس ولا يعطف عليهم الناس فيشردون من أطفال الأيتام مثلا الذين ينشأون على هامش الحياة والذين لا تمتد إليهم يد برحمة ولا تمسح لهم ولا تكفكف لهم دموع ينشأون في هذه الحالة من الظلم ويشعرون بأن المجتمع أهملهم. هل ينتظر فيهم في كبارهم أن يصيروا مصلحين أو عوامل خيرة؟ إنهم ينتقمون من المجتمع. إنهم سوف يقسون على المجتمع. إنهم إن تمكنوا سيتسلطون على المجتمع وسيعذبون المجتمع من غير أن يشعروا لأنهم حين ذاك يشفون أنفسهم من هذا الظلم الذي لحق به من المجتمع. المجتمع الظالم مجتمع أساسا متفكك. ولذلك كان علماؤنا يقولون إن المجتمعات تستمر مع الكفر ولا تستمر مع الظلم. قد يكون المجتمع كافرا فينصره الله ويستمر لأنه كافر ولكنه لا يظلم. لكن إذا كان المجتمع عبارة عن علاقات مشوشة مضطربة إذا تحول إلى قانون الغاب إذا صار كبير يأكل الصغير وإذا صار القوي يأكل الضعيف وإذا صار كل من لم يصل من يستطيع أن يصل إلى حقه يحام منه إن الناس حينئذ يبرؤون داخلين من هذا المجتمع ولا يعود لهم عليه عطف ويصيرون كلهم عاملين ومساهمين في تدمير ذلك المجتمع فلا يستطيع ذلك المجتمع أن ينهض أبدا وإذا نهض سرعان ما ينزل إلى الأرض. هذه علاقة الظلم هكذا تؤسس المجتمعات. نفس الأمر إذا كنت تقول لفلان يا أخي وتعانقه وتقول إن الإسلام نسج بيننا هذه العلاقة التي هي علاقة الإيمان وعلاقة الأخوة فكيف يجتمع هذا مع أنك تأخذ حقه وتأكل ماله وتضغطه وتسرف في ظلمه وأنت في نفس الوقت تقول له يا أخي. بعض الناس يا أخي شعار في التلفزيون لكن مع ذلك يسحقه ويأكل ماله ويأكل حقه ويبتلعه ولا ينصفه. لا يمكن أن يتم هذا. وبقدر ما ندعي الأخوة ونظلم يكون الشيء شاقا لأن أفظع أنواع الظلم هو ظلم الذي يقول إنه قريب. إذا ظلمك إنسان بعيد لا يعرفك فهذا شأن ولكن إذا ظلمك القريب منك فهذا ظلم أشد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة.
على النفس من وقع الحسام المهندي. ظلم ذوي القربى الأقرباء أشد ظلما، فحينما يظلمك المسلمون المتدينون الذين يشتركون معك في الصلاة وفي المسجد، لكنهم إذا خرجوا أكلوا حقك وأكلوا مالك وغشوك وباعوك السلعة الفاسدة والسلعة البائرة، واحتكروا طعامك واحتكروا أرزاقك وجمعوا من مالك وجمعوا من الحرم ثم ذهبوا به يحجون، كيف تستطيع أن تنسجم مع هؤلاء؟ كيف تستطيع أن تبادي لهم أخوة وتبادي لهم محبة إذا كان هذا المجتمع على هذا النحو؟ مجتمع قوى، مجتمع غلبة، مجتمع الذين يستطيعون، الذين يمكنهم أن يقهروا الذين لا يستطيعون. حينئذ لا يمكن أن نتحدث أبدا عن هذه العلاقة التي هي علاقة الأخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. أول ما يجب للمسلم أن لا يظلم، أول ما يجب للمسلم بحكم هذه العلاقة أن لا يظلم. وليس معنى ذلك أننا لا يجوز أن نظلم من ليس مسلما، لا، ولكن حق المسلم متأكد أكثر. نحن لا نظلم كافرا ولا نظلم يهوديا ولا نصرانيا ولا ذميا، نواجههم في ساحات الواقع ولا نظلمهم مع ذلك. ما تصوروش ذلك الفهم السقيم الذي سربه بعض الفقهاء وبعض الذين لهم فكر منكوس، يمشي مجموعة المسلمين يمشي لأوروبا ويعلمهم كثيرا. لن توصل بهذه الأسئلة، الله يخليك أنا في فرنسا وكذا نسرق التليفون ونسرق كذا ونسرق، واش يجوز لي ولا ما يجوز لك؟ شكون قال لك يجوز لك؟ ولا يدير شهادة ديال المرض، انت تدخل تقضى اجره من عندهم ودير شهاده ديال المرض، مالي البلاد يخدموا انت راقد، انت اللي ضيفت ناس، ومن بعد تقول لهم بانهم يتعصبون ضد ما مش يتعصبون ضدك، انت الذي انشات هذه العلاقه الفاسده. المسلم يجب ان يعدل مع الجميع، لان اوروبا ولا امريكا هذه سوق ياتيها الجميع، ياتيها الياباني وياتيها الكوري وياتيها الاوروبي وياتيها المسلم والافريقي. لما تجي اوروبا تدير واحد العمليه ديال 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 الاحصاء او ديال تقسيم والصبر، يجدون ان الياباني يشتغل والصيني يشتغل واليهودي يشتغل، والمسلم عندهم كلهم شهادات طبيه ومجموعين في الجامعه، راهم يدرسوا راهم قاعدين في الجامعه، اي هما في قتل العنصر الكسول في البلد. طبعا كيف يمكن لاوروبا من بعد ان كانت تستقبل من كوفو؟ فنحن انطلق من فهم خاطئ، علم كثير من الناس ان يسرقوا ويكذبوا كذا بحكم يقول لك انا محارب. هذاك محارب، هذاك عدو، ماشي محارب. انت ما دخلتش محارب، انت دخلت في ذمتي. محارب كي تكون المعركة أرى نشوف اسم الدين، أنت الآن دخلت في ذمة، فأوفي لهم كما أنهم استقبلوك، وأعطيهم صورة المسلم الذي لا يكذب ولا يسرق ولا يغش فقط. إذا قلت العدل مع الجميع ولكن مع الظلم مع المسلمين هو متأكد. ثم بعد ذلك يجب عليك أن لا تسلم المسلم. كلمة أخيرة، يجب عليك أن لا تسلم المسلم، لا تفرط في المسلم. بمعنى أن إسلام المسلم أو تركه هو أن تتركه لعدوه، وهذا لا يجوز. فلا بد أن تكون إذن مناصرا له، وأن لا تتركه يعاني مصيره وحده. فعدوه الأول هو الشيطان، فإن رأيت هذا المسلم ينزلق نحو تكوين علاقات حميمية مع الشيطان فيجب أن لا تسلمه للشيطان، لا تفرط فيه. ما تقولش أنت يا سيدي براس كلها وشغله. المسلم كنت تعرفه على طريق مستقيم، فالآن بدلك أنه يخالط بعض الناس وأنك تعرف أنه سوف ينحرف شيء، تدخل قبل أن يستولي على الشيطان، وحاول أن تفعل المستحيل من أجل أن تنتزعه من الشيطان. لا تفرط في المسلم، لا تسلم المسلم إلى الشيطان. دعك من هذه المقولات التي سربت إلينا، كاين مجموعة المقولات لا يؤيدها الإسلام ولا يقبلها. هؤلاء الذين يقولوا كلها كل شات تعلق مكراحة، ايش دخلك فيها سيدي؟ شدك فيه كل شيء تعلق بكراه، هذه ما كاينش، هذه ماشي شيء، هذا بشر مسؤول بعضه عن بعض، والناس إذا رأوا المنكر فلم يمنعوه فإن الله تعالى يشيك أن يعمهم بعذاب، ونحن مترابطون ونحن متماسكون. دخل في سوق راسك شدك من هذاك السيد خليه ترانكيل، هذا ليس فهما سليما وليس فهما منتزعا من الشريعة الإسلامية. إذا لا تسلم المسلم إلى شيطانه، لا تسلم المسلم إلى عدوه، لا تسلم المسلم إلى كل الضوائق التي تحف به وتعتصره، فكن معه وسانده وأيده، خصوصا حينما يكون الكافر متربصا به، حينما يجيش الكافر الجيوش العظيمة. فلا تترك المسلم وحده، ما تركش المسلم منعزل كما يفعل المسلمون الآن مع القضاء الساخنة في العالم الإسلامي، وعدم مناصرتهم وعدم الاحتجاج على الظلم الذي يقع عليهم ونوع من إسلامهم. وأنتم ترون أيها الإخوة أن الكافر لا يسلم الكافر الآن، ما وجدنا كافر الآن استطاع أن يجهر بأن الصرب ظالمون بكيفية واضحة،
ما قالت دولة بأن الصربة معتدون، هم يظلمون ويفتكون ويفعلون ما يشاءون، والكفر مع ذلك يحميهم على ظلمهم وغطرستهم وحمقهم وما هم فيه، لأن الكافر لا يسلم الكافر. أما المسلم فإنه بسهولة يفرط في حق المسلم ويتساهل في ذلك ولا يبالي ولا يعرف أن للمسلم عليه حقا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
الإسلام.